سلام على الجمال. مساء الفل، جيت لكم في فيديو جديد. النهاردة هنعرف ازاي نحمص اللب. ممكن تشتريه طبعا ني، ده هيكون ارخص، وتحمصيه في البيت وتملحيه براحتك. اول حاجة هنكون حاطين حل على النار، وهنجيب شوية اللب. انا اللب عندي هنا نظيف وحلو قوي، مفهوش اي حاجة. انتي ممكن تحطيه في مصفاية وتفضلي تحركي فيه وتنضفيه لو في اي حاجة. وبعد كده هتحطيه الاول، قبل كل حاجة عايزة افكرك ان انتي معلش هتعملي خطوة اولى. هتجيبي معلقتين ملح هنا في كوباية، وهتكبي عليهم شوية مية. ده فيديو سريع لان هو مش محتاج وقت ومضيعش وقتك. وهندولهم، هندول بالمية. وبعد كده هناخد المية نحطها هنا بحيث ان هي تغلي، الحلة سخنة. وهننزل نشيل لو في اي حاجة في اللب، هو نظيف مفيهوش اي حاجة. ممكن تلاقي حبات كده مختلفة او تراب او اي حاجة انتي هتنضفيه بايديكي. وهنحطه على المية في الحلة، والخطوة اللي بعد كده هنقلب لغاية ما يتشرب المية. طبعا لو انتي هتدوقيه وتعرفي تحكمي انه مالح ولا لا، لو احتاج ملح هتحطيله. في بذرة شامي هنا هنحشها، وهتفضلي تقلبي لغاية ما المية دي تنشف. هو هيتشرب طبعا المية زي ما انت شايفة. تفضلي تقلبي عشان ما يتحرقش منك، النار هتكون متوسطة. وهوريكي النتيجة الأخيرة، خليكي معايا. ودي النتيجة الأخيرة للفيديو. بصي انا بعد ما حمصته نشف. انتي لو حسيتي ان هو طري شوية او فيه مية، ممكن تحطيه تحمصيه شوية في الفرن. ولو عندك بقى الشمس سخنة ياريت تنشريه كده في الشمس شوية على قد ما تقدري، هتلاقي طعمه حلو قوي. اشوفك في فيديو جديد، وباي. واو.